أعزائي التلاميذ متتبعي قناة أتهيأ للجهاوي للغة الفرنسية، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من السلسلة الخاصة بالمواضيع الإنشائية ديال الأولى بكالوريا. في هذه الحلقة هذه إن شاء الله غادي نهضروا على موضوع لا سوليتود، دونك غادي نحاولوا أننا نشوفوا كيفاش نقدروا نعالجوا موضوع إنشائي بالطريقة الحجاجية، يعني أن تكست أرغيومونتاتيف للموضوع ديالو لا سوليتود ولا الوحده. الوغ بالنسبه لهذا الموضوع هذا نقدروا اننا نربطوه بلابواط اميرفي بحكم ان سيدي محمد عانى من الوحده ديالو كطفل، نقدروا نربطوه بانتيغون بحيث ان انتيغون في المواجهه ديالها الكريون كانت وحيده، ونقدروا نربطوه بلو ديرني جور دان كونداني لانه في الساعات الاخيره ديالو بقى وحيد داخل الزنزانه ديالو. يعني كيف ما بغى يكون الكتاب هذا الموضوع هذا عنده علاقه بداك الشيء اللي قريته. لنبدأ على بركة الله. Alors, pour commencer, on va voir le sujet de ce sujet. Certaines personnes préfèrent rester seules et ne pas se mêler aux autres en pensant que la vie sociale ne les convient pas et qu'elle est source d'ennui. يعني شنو كنقصدو؟ يعني بعض الاشخاص يفضلون البقاء وحيدين وما كيبغيوش انهم يتخلطوا مع الناس الاخرين. علاش؟ لانهم يظنون ان الحياه الاجتماعيه ما كتناسبهمش وما هي الا مجرد مصدر للمشاكل. كو بونسيفو؟ يعني هنا يطرحوا لنا لا بروبليماتيك وقالوا لنا كو بونسيفو، يعني شنو هي ردة الفعل ديالك بارابور لهاد لو فينومين هذا اللي قدامك. بيان سور ايكريفي ان تيكست ارغيومونتاتيف بور اكسبليكي فوتر بوين دو فيو اون يوتيليزون دي ارغيومون اي دي زيكزامبل بيرتينون. داكوغ، دونك دائما المقاربه ديالنا ولا الطريقه ديالنا اللي كنطريطيو بها لي سوجي ديالنا هو سولون لو بلون سامبل. دونك غادي نشوفو كيفاش نقدروا نخدموا اون انتروداكسيون. Donc l'introduction avec la manière la plus simple, قلت لكم des fois فاش ما كنكونش عارف انني نكتب يكفي انني ندير la reformulation ديال le sujet ونحيد منه les parties ديال les questions ولا le questionnement. Donc هنا الى درنا la reformulation كنقبطوا نص الموضوع كنعاودوه بنفس الطريقه. Certaines personnes préfèrent rester seules et ne pas se mêler aux autres en pensant que la vie sociale ne les convient pas et qu'elle est source d'ennui. Point. وكنهبط السطر وكندير لافي بيرسونيل كيما شفنا في لو بلان سامبل، كنبدا بروفورمولاسيون بلس دونك افي بيرسونيل ولا بوان دو فيو بيرسونيل، وموراها كندير لو ليان دو باساج. دونك هنايا خصني دائما باش نعبر على الراي الشخصي ديالي خصني نستعمل الاداه دونك ديال اللي كتبين ان هذا الكلام ديالي ولا المعتقد ديالي. دونك بيرسونيلمون يعني شخصيا جو نابروف با سو بوان دو فيو بور بليزيور ريزون، يعني شخصيا انا ما متفقش مع هذا الكلام هذا لعده اسباب. Donc le lien de passage, alors quelles sont mes raisons pour un tel choix? يعني ما هي دوافعي ولا ما شنو هما هاد لي غيزون ديالي اللي بسببهم خديت هاد الاختيار هذا. دونك الى احترمت كما قلت هنايا reformulation plus point de vue personnel plus lien de passage غادي نكون صاوبت مقدمه اللي هي ناجحه بطريقه اللي هي بسيطه. دونك غندوزو دابا لا بارتي ديفلوبمون اللي فيها غادي نناقشوا لي زارغومون اي لي زيكزامبل. alors بالنسبه لو ديفلوبمون كما كتلاحظوا اول حاجه كنبدا بها هي لي كونيكتور لوجيك دو كلاسمون. كما قلت لكم الا تفرجتوا معايا في الفيديو اللي درت لكم ديال الطريقه ولا المنهجيه ديال كتابه نص حجاجي، دايوغ اللي ما شافهاش هي غادي تطلع هنايا الفوق، دونك يكفي انكم تضغطوا عليها وتمشوا تفرجوا في الفيديو. دونك كما قلنا بان اول حاجه كنبدا بها هي كناخذ الورقه ديال الوسخ كنكتب لي زارغومون ديالي، كنفكر في افكار ديال لي زارغومون وكنكتبهم وكنحاول انني نستف هذوك لي زارغومون من الاقل قوه الا بغينا نقولوا الاكثر قوه. كنبدا بالضعيف ثم المتوسط ثم اقواهم الا كنت غادي نخدم بثلاثه. داكوغ، علاش كنخلي اخر ارغومون هو الاخر؟ باش كنشد الانتباه ديال القارئ، لان اخر حاجه غيقراها هي اللي غتبقى مترسخه عنده في الذهن ديالو، خصها تكون عندها واحد القوه كبيره. وهاد فاش كنكمل هاد لو كلاسمون هذا في الورقه ديالي، فاش كنجي نكتب لو بروبر دائما كيخصني انني نستعمل دونك دي كونيكتور دو كلاسمون، يعني هاد الادوات ديال الترتيب باش نبين داك الترتيب ديال الافكار ديالي. دونك كما كتلاحظوا دابور كندير فاصله وكنكتب لارغومون ديالي. لوم نو بو اون اوكان كا سيزولي كومبليتمون اي فيفغ براتيكمون سول، يعني الانسان لا يمكنه في اي حال من الاحوال ان ينعزل تماما، يعني انه ينعزل على الحياه الاجتماعيه تماما ويعيش بطريقه فرديه ولا بطريقه وحيده.
car certaines nécessités de la vie lui obligent un contact avec les autres. علاش؟ لأن بعض الاحتياجات ولا الحاجيات الأساسية ديال الحياة العادية كتحتم عليه أنه يهضر مع أشخاص ويتخلط مع أشخاص وحدين أخرين. يعني أن الناس اللي كينعزلوا وكيبغيو الوحدة وكيقول لك لا أنا نعيش بوحدي ما نهضر مع حتى واحد ما نتعامل مع حتى واحد ضروري غادي يحتاج في بعض الحالات أنه يدخل اون كونتاكت افيك لي زوتر. دونك هذا سي مون بروميي أرغيومون داكوغ. دونك بالنسبة لي هذا هو الأرغيومون اللي أقل قوة وأقل إقناع. دونك بديت به هو الأول. دونك هذا الأرغيومون هذا كما كتلاحظوا المفهوم ديالو هو مفهوم عام، خصني نعطي مفهوم خاص ديالو باش نمثل ليكزومبل. يعني ليكزومبل خصو يكون حاله خاصه ديال هاد الحاله العامه اللي عندي هنايا. دونك باش نعبر على ليكزومبل قلت باغ اكزومبل دون لو كا دون مالادي اونديكابونت، يعني في الحاله الا كان شخص يعاني من مرض اللي هو دونك معجز، هاد المرض هذا دونك غادي يخليه في حاله ديال العجز ولا في حاله ديال الاعاقه. Cette personne aura besoin de quelqu'un pour l'aider dans son quotidien. يعني أبسط الأشياء، يعني لا تصبر لا قدر الله هذا الإنسان بواحد المرض اللي غادي يعجزه ويخليه أنه جالس في الدار، لابد أنه خصو يتعامل مع ناس اللي غادي يعاونوه في الحياة الشخصية ديالو، كو سا سوا بور فيغ لي تواليت بور بارتيغ لوبيتال اتسيتيرا. إلا كان واحد الإنسان منعزل يعني ما غاديش أنه يلقى حتى اللي غيوقف معاه نهار الى مرض لا قدر الله. دونك هكا كنكون طريطيت هنايا لارغومون ديالي وهنايا طريطيت ليكزومبل ديالي. كما قلت هاد ليكزومبل هذا ما هو الا توضيح لهاد لارغومون الاول اللي خدمت به. ندوزو دابا نشوفو لارغومون الثاني. دونك لارغومون الثاني نفس لا لوجيك. دونك فاش كنسالي لارغومون الاول كندير نقطه وكننقز السطر وكنبدا افيك اون لاتر ماجوسكول وكنبدا عاود افيك ان كونيكتور دو كلاسمون اللي كيعبر ليا على ان هذا سي لارغومون نيميرو 2. دونك انسويت نوتر ريليجيون نوزا بيان كونسيي دو فيفر اون سوسيتي، يعني ان الدين الحنيف ديالنا اكد علينا ونصحنا اننا خصنا نعيشوا داخل مجتمعات. الى انسيتي لوم ان سانتيغري دون سون اونتوراج، يعني وحثت الانسان يعني رغباتنا وحثتنا الديانه الاسلاميه ديالنا اننا خصنا ندمجوا داخل المجتمع وداخل المحيط ديالنا. دونك كما كتلاحظوا هنايا لارغومون دونك سي ان ارغومون اللي عنده علاقه افيك لا ريليجيون. دونك سي ان لا سوليتود هي غير محبوبه من طرف الديانه الاسلاميه، بالعكس الديانه الاسلاميه فيها مجموعه من الايات القرانيه في القران، مجموعه من الاحاديث اللي كتحث على التواصل وعلى الاندماج وعلى العيش داخل المجتمع. دونك دابا خصني نوضح افيك ان اكزومبل بيان سور كار. هاد كار اللي غنستعمل هنايا هي توضيح لهاد باش غادي نعطي ان اكزومبل اللي غنوضح به هاد لارغومون اللي استعملت في هاد لابارتي هادي. لا كوميونيتي مسلمان يعني المجتمع الاسلامي نوري با بو سو ديفلوبي كافيك لانتيغراسيون، يعني ما كانش بالامكان ديالو انه يتطور ويوصل للشأن اللي وصل له دابا، كان معتمدش على لانتيغراسيون يعني على الاندماج. لاد اي لانتيغاكسيون يعني المساعده والتفاعل ما بين شكون اونتر لي مومبر كي لا كومبوز، يعني هاد لا كوميونيتي هادي ما كانش انها توصل والديانه الاسلاميه ما كانش غتكون بالقوه ديالها وبالشكل اللي كنعرفوا عليه دابا، كان ما كانش كتهتم ولا كان ما اهتمتش بالقيم كما قلنا ديال الاندماج ديال المساعده ولا تقديم يد العون وديال التفاعل ما بين الافراد اللي كيكونوا هاد لا كوميونيتي هادي يعني هاد المجتمع الاسلامي. دونك هكا غادي نكونوا طريطينا لارغومون نيميرو 2. نقدروا نشوفوا دابا لارغومون نيميرو 3 بيان سور. بور لارغومون نيميرو 3 دونك توجور جو مي ان بوين وكنقز السطر وكنبدا افيك ان كونيكتور لوجيك دو كلاسمون. دونك هنايا سي لو ديرني ارغومون دونك جيتوليز فينالمون virgule, la solitude peut dans la plupart des cas conduire à des états maladifs ayant des conséquences nuisibles sur la personne et sur son entourage le plus proche. Donc, on va traiter de la solitude ou de la solitude كتدي في اغلب الحالات مرضيه داكور. دونك il peut conduire à des états maladifs. les états maladifs هي الحالات المرضيه. دونك هاد الحالات المرضيه ايون دي كونسيكونس اللي كتكون عندها عواقب اللي هي مزعجه على الشخص بحد ذاته وعلى لونتوراج اللي هو داير به يعني الاقارب والعائله ديالو. دونك كيفاش انني نشرح هاد الحالات المرضيه؟ هنا هضرت على الحالات المرضيه بشكل عام. دونك دابا غادي ندوز ليكزومبل. دونك اون افي يعني كتكمله ولا كفهم لهادشي اللي قلنا، لي بيرسون ايزولي يعني الاشخاص اللي كيتعزلوا كيعيشوا الوحده ريسك اون ديبرسيون غراف. دونك يقدروا انهم يعانيوا
من الاكتئاب الحاد. دونك هاد الاكتئاب الحاد كوندويزون دي فوا او سويسيد. دونك شحال من واحد انتحر لان كانت عنده حالات اكتئاب حاد، وهاد الحالات ديال الاكتئاب الحاد كتقدر انها تنتج عن طريق كتنتج من خلال ولا بسبب الوحدانيه ولا بسبب الوحده والانعزال ديال الشخص على المحيط ديالو على المجتمع ديالو. كتلاحظوا انني خليت هاد لارغيمون هذا بالنسبه لي لان شي حاجه هاد الوحده هذه تقدر تؤدي الى الوفاه لا قدر الله الى الانتحار. دونك بالنسبه لي هذا هو لارغيمون لو بلو دونك لو بلو امبورطون parmi les arguments que j'ai cherché. خليته هو الاخر كما كتشوفوا طريقه سهله وبسيطه كنحاول نحط دي فراز اللي هما سامبل. دونك ان ارغيمون بسيط كندير مع ان اكزومبل اللي كيوضح هاد لارغيمون هذا وكنكون ساليت هكا لو ديفلوبمون. نقدر دابا نشوف لا كونكلوزيون. الوغ بالنسبه لا كونكلوزيون فاش كنسالي لو ديفلوبمون ديالي بوان عاود كنرجع للسطر وكنبين انها سي اون كونكلوزيون. دونك مثلا كنستعمل بور كونكلور دائما. دونك كما قلت لكم لي كونيكتور دابا سي ان كونيكتور دو كونكلوزيون داكور. دونك سي بور كونكلور فيرغول. شنو كندير في لا كونكلوزيون؟ كنحاول انني نذكر بلي زارغيومون اللي استعملت ما كنعاودهمش بنفس الطريقه ولاني غير كنحاول انني ندير تذكير لي زارغيومون اللي استعملت في العرض. دونك شنو قلت؟ لوم ا توجور بوزوان دو لاد، يعني الانسان دائما هو في حاجه الى المساعده. هنا كنكون كنهضر على لارغيومون الاول اللي الانسان فاش يقدر يمرض الله يستر خصو ضروري انه اللي يوقف بجنبه. اي نوتخ غوليجيون ا بيان اكسبليكي سولا، وحتى الدين ديالنا دونك شرح لنا مزيان ان الانسان خصو دائما يعيش داخل المجتمع وما يعيشش معزول. داكوغ. En plus, la solitude peut menacer la vie de l'individu. Vous avez un l'ouhdat, c'est-à-dire carrément la vie de la personne. Comme vous l'avez remarqué, on a parlé de l'argument premier, de l'argument deuxième et de l'argument troisième, qui est le suicide. D'accord. Donc, d'après tout cela, je pense que l'homme ne doit jamais choisir vivre seul. Et il doit chercher une intégration sociale au sein de son entourage. دائما خصو يقلب على الاندماج داخل المجتمع وداخل المحيط اللي هو عايش فيه. هكا كنكون اكدت داك لو بوين دو في اللي درت في الاول. دونك فاش قلت داك لا كيسيون كيل سون مي ريزون بوغ ان تيل شوا، يعني ما هي الاسباب ديالي باش اختاريت هذا الاختيار هذا. دونك كما كتلاحظوا هنايا في الخاتمه ذكرت بلي زارغيومون اللي استعملت وعاود تاكدت على انني على صواب وهذا الشيء هي وهذه هي الاسباب اللي خلاتني انني دونك نختار داك لو شوا اللي قلت في المقدمه. هكا كون سولون لو بلون سامبل صاوبت واحد لو واحد واحد ليكسبريسيون اللي هي ارغيمونتاتيف دونك افيك ولا دون مانيير كي تري سامبل. يعني ما تعقدوش راسكم، ما تعقدوش الامور، ما تبقاوش تقلبوا على شي حوايج اللي صعيبه بزاف تقول خصني ندير وندير. افكار بسيطه دي فراز اللي هي سامبل، احترموا لا ستريكتور كما قلنا. دونك في لانتخودكسيون دائما كنحاول انني ندير لا غوفورمولاسيون لو بوان دو في موراه لو ليان دو باساج. دونك في لو ديفلوبمون كندير واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي زارغيومون يكونوا مزيانين. كل ارغيومون كنحاول انني نحط معاه ان اكزومبل اللي كيوضحوا لارغيومون كيكون عندهم مفهوم عام، ليكزومبل كيكون عندهم مفهوم خاص. كندير لو كلاسمون باغ لي كونيكتور دو كلاسمون. في الاخر في الخاتمه كنذكر بلي مومون فور ديال لو ديفلوبمون، يعني بنقاط القوه ديال 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 لو ديفلوبمون. وكندير كنزيد ناكد دونك على الاختيار اللي اختاريت ولا لو بوين دو في اللي اختاريت في في, في المقدمه بيان سور. دونك هكا اعزائي التلاميذ غنكونوا سالينا الحلقه الثانيه بالموضوع ديال لا سوليتود من الحلقات ديال ليكسبريسيون ايكريت. نتمنى نتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله في موضوع جديد. كنتمنى التفاعل ديالكم من خلال لي كومونتير ومن خلال لي لايك. بالنسبه ليا ما بقى لي الا اني نقول لكم شكرا على المتابعه، شكرا على الدعم، شكرا على التعليقات الزوينه. السلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.